اليوم الخامس عشر من شهر بابه. القوة الإلهية معنا. ما أعظم قوتك يا رب التي تهبها لأولادك في الطريق، مهما عجت الأنهار والبحار فأنت بجمالك وقوتك تقهرها، وكل أعمالهم معمولة بك لأنهم قوى فيهم، ووهبتهم سلطانا بك يقهرون الحيات المحرقة ووحوش البرية. بك كأطفال يحملون نير الوداعة والاتضاع ويهزمون كبرياء العدو، يتكئون في حضنك ويمتلئون من قوة الحب الجبارة، وباسمك تهرب الشياطين وأجناد الشر، بروح الغربة يسلكون بالتجرد وشركة المحبة، وبروح الطهارة يدوسون على نجاسات الأمم. ربي يسوع املأني بقوتك لأن الأعداء أشرار، واهزمهم فيا يا محب البشر.